خوتي مغاربة، السلام عليكم. اليوم الخميس 8 أبريل 2021، في الأول ديال هذا الفيديو أعلن التضامن ديالي المطلق واللا مشروط مع الأساتذة اللي موضوعين تحت تدابير ديال الحراسة النظرية في مدينة الرباط، وغادي نشوفوا واش غادي يخرجوا بكفالة ولا شنو غادي يديروا معاهم. ولكن هذا الشيء يبين على فشل الحكومة ديالنا في الحوار مع هاد الشريحة ديال الشعب المغربي، والضحية في هاد الشيء كله هما دوك التلاميذ ولاد الشعب اللي في المدارس العمومية اللي ما كيقراوش. أعلن التضامن ديالي ماشي غير المطلق ولا مشروط، ولكن التضامن بزاف مع الأستاذة نزهة مجدي. هاد الشابة هادي أستاذة، بغض النظر على شنو دارت ولا ما دارت ولا شنو، أعلنت أنها في الوقفة اللي كانوا داروا هادي واحد 3 أسابيع وكلاو فيها قتل العصا وتشهرات بهذاك السيد اللي جالس كيجمع بالنصوصة. هاد السيدة هادي علنات انها تعرضت للتحرش الجنسي، تعرضت للاغتصاب. الاغتصاب يعني قالت هي بان عناصر من الامن قاسوا لها مناطق حساسة في الجسد ديالها. وهذا انا كنت كنتسنى بان غادي تفتح واحد التحقيق في الموضوع نظرا لخطورة هادشي اللي قالت، اللي ما عندنا لاش نخافوا منه، وهو ان هادشي ماشي مؤسساتي ولا مقصود ولا شنو. يعني الا داروها جوج ولا ثلاثه ولا اربعه ولا حتى 10 د البوليس غادي نعاقبوهم وغادي نعتذروا وبلادنا غادي تخرج قويه منها. المهم انا كنت كنتسني تفتح تحقيق حتى كنشوفها نهار الاثنين ولا مع نهار الثلاث في الوقفه اللي كانوا عاوتاني دايرين الاساتذه المتعاقدين مع الدوله هزينا مرابعه، وخصوصا واحد البوليسي شادها من الشعر ديالها، عرفتوا واحد المنظر خي باش جرها من الشعر، هزها مرابعه شغلكم هذاك. ولكن واش هذا انتقام ضد هذه الاستاذه باش واخدينها بهذاك الشكل وقصدوها هي من ضمن الالاف ديال الاساتذه؟ الله اعلم. كنتمنوا هذه القضيه عاوتاني تفتح فيها تحقيق، وهذه السيده هذه يتطلق الصراح ديالها في الاقرب الاوقات، لان ما بغيناش بلادنا، احنا خدامين غير كنخسروا الوجه والصوره ديال بلادنا على الصعيد الوطني والخارجي. ونبقاو في الحكومه ديال البريكولاج اللي عندنا في المغرب، من افشل الحكومات اللي دازوا في التاريخ ديال البلاد هي هذه الحكومه اللي عندنا دابا. شفتوا داك القرار اللي قالوا بان من 8 الليل 6 الصباح حتى شي واحد ما يخرج حضر التجوال؟ واش هاد الناس كيخمو في الشعب المغربي المقهور، الناس اللي ما عندها ما تاكل، الناس اللي اشهر اللي هما واقفين على العمل، قطاع السياحه، الصناعه التقليديه، الناس ديال الحفلات، كل شيء واقف وكل شيء كيبريكولي. واش 2000 درهم غادي ياكلوا بها الناس؟ واش 2000 درهم ديال التعويض ولا 800 درهم شنو غدير بها؟ واحد العدد الناس مشاو للسجون، واحد العدد الناس هربانين من البوليس، مشاكل اجتماعيه تخلقات، اسر كلها تهرسات. واش هاد الحكومه كتخمم في هاد الناس ولا كتخمم في واحد 4 ولا 5 ديال الاشخاص اللي اغتناو في الفتره ديال الكورونا؟ الثروه ديالهم كلها الدوبلات، ما كنفهموش كيفاش هاد الناس هادو كيفاش كيخمموا، كيفاش كيقولوا بان جميع المقاهي راهو ما غادي يسدوا لمده شهر، هما خدموا غير هاد 3 شهور هاد 4 شهور وما غاديش يردوا الكريديات كي داروا ليها. الناس عندهم الكراوات غارقين وزادوها قال لك غادي يسدوا. ما فهمتش، ولو يقولوا لهاد الناس ديال المقاهي اللي اغلبيه فيهم ما مديكلاريش في لاسينيسيس، ولو يكونوا مديكلاريين في لاسينيسيس، امتى غيجيهم التعويض؟ واش غيجيهم البارح؟ لان رمضان ها هو مقات ليه اسبوع، الناس مقاتله مع الوقت. واش هادو حمقين؟ واش هادو على الاقل خلي الناس تخرج ل 11 الليل ولا 12 الليل، غادي نديروا المقاهي ولكن غنديروا تدابير احترازيه، الناس غادي نوعيوهم، حملات ديال التوعيه، اسيدي خرجوا ولكن جلسوا هنايا، قلتوا المساجد بان كيكونوا فيها الازدحامات غادي حتى هي تدابير احترازيه، ما فيها حتى حاجه، غادي نوعيو الناس. عفاكم مسجد كتدخل ليه 1000 غتولي تدخل ليه 200، راه حنا ماشي ولا بدا تصلي التراويح في المسجد كيمكن لك تصليهم في دارك، ماشي مشكل هذا. ولكن الناس خاصها القوت اليومي ديالها، خاصها ما تدخل وليداتها، خاصها ما تجيب لوالديها. راه حنا واحد المجتمع اللي متماسك ومتضامن، يعني كتلقى الدري خدام وخدام على مرته ووليداته وخدام على والديه. كاش بغيتوا؟ واش كتسناو من هذا الشعب؟ واش بغيتوا تقتلوه؟ واش بغيتوا ديروا شي فضيحه ومن بعد تبداو تبريكوليو؟ حنا عارفين بان قتلتوا الاحزاب السياسيه، قتلتوا النقابات، وبقى لكم غير الجانب الامني اللي هو دافعينه في الواجهه، وهنا كت واحد الخطر كبير كما كنقولها ديما، كتخليو المؤسسه الملكيه امام الشعب. اكبر خطر يهدد بلادنا هو هاد السياسه اللي راهم
كتنتهجوها يا الحكومه ولا يا المسيرين ديال البلاد. غادي نعطيكم مثال صغير عاوتاني. كتعرفوا في مدينه اكادير البارح في الليل كانت واحد ثلاثه ديال الطلبه ولاد زاكوره معتصمين امام رئاسه ديال جامعه بن زهر. هاد الطلبه هادو قضيتهم غنقول لكم بكل اختصار بالعربيه تعرضت قضيه ديال التبرعيش. ملي كنقول التبرعيش من التبرعيش من طرف المسيرين ديال مدينه اكادير والتبرعيش من طرف رئاسه جامعه بن زهر. قالوا هرسوا واحد الباب ما تهرسوا واحد الباب. نضت لرئاسه الجامعه دعاتهم في المحاكم ودخلت معاهم في شي متاهات. وهاد الطلبه هادي عام وهما معتصمين. اش كيطلبوا؟ والو، بغينا نعاودوا نرجعوا نقراو. واش غادي نحرموهم من القرايه؟ غنشدوا معاهم العكس؟ حنا رئاسه جامعه بن زهر اكبر جامعه في المغرب شاده العكس مع ثلاثه ديال الطلبه، واش ماشي حرام؟ ولي جهه سوس ماسة. انا بغيت ما هذا ما بغاش يتفهم لي كاع شنو كيخدم ولا شنو خدمته ولا شنو شي حاجه وحده ايجابيه دارها في المدينه. ما كانش يمكن ليه يتدخل في هذه القضيه هذه. البارح في الليل في العشرة ديال الليل تقريبا ما يفوق على 70 ديال الرجال ديال الامن بمختلف التلاوين، ها لا ديستي ها البوليس ها القوات المساعده ها التدخل السريع، كل شيء واقفين الليل كله حتى العشرة باش تدخلوا وحيدوا لهم المنطات وحيدوا لهم اللافته ومشاو في حالاتهم دوك الطوموبيلات. شوفوا شحال موبيليزينا ديال الرجال ديال الامن، شوفوا شحال ديال السيارات والمازوط ديالهم كلشي. واش هاد الطاقم كله ما كانش يمكن لينا نخدمه في حفظ السلام والامن في المدينه؟ محتاجهم ولا نحطوهم على قبل ثلاثه ديال الطلبه وهذيك الروينه كلها؟ وكتشوفوا اتحاد العام طلبه المغرب حتى هما كلهم ضامنين مع دوك ثلاثه الطلبه والهضره والفيسبوك وكلشي كيدوي. لا حول ولا قوه الا بالله. ثلاثة ديال الطلبة ما قدرناش نعاودو ندمجوهم ونسمحو ليهم ونكسبوهم وندويو معاهم. السيد الوالي نقولو هاد رئاسة الجامعة ما عندهمش عقل، ناس مبرهشين. نعيط لهاد الطلبة ونعيط للسيد رئيس الجامعة يجيو يجلسو عندي في البيرو. مالك انت مالك انتوما؟ حي ليا داكشي ديال المحكمة. سيروا يا الطلبة دخلوا للقسم ديالكم، ولا سيروا دخلوا سمحوا لي دخل الكليه ودخل تقرا وتابع دراستك. الله يخليك راك تما باش تقرا. درتي غلط الله يسامح ليك، صافي يا سيدي. وحنا كجامعه وحنا كسلطه محليه مسامحين ليكم. ولكن لا، انا كنقول لكم البارح في اللي ما يفوق على 70 واحد واقفه. علاش؟ السوايع والتليفونات والمازوط والصداع والروينه ثلاثه. نعاودوا ندخلوهم وسالينا هذا الموضوع. غادي نمشيو دابا عاوتاني للمشاكل اللي كاينه في مدينه اكادير. كتعرفوا قالوا فتح الشواطئ، ها هما فتحوهم كما قال داك النهار، لا نظافه لا رمله لا هذا حتى حاجه ما مقاده. كتعرفوا نهار حد واحد الفضيحه كانت تما، فتحوا الشواطئ وما كانش السيكوريتي، ما كانتش الوقايه المدنيه يعني بالعدد الكافي اللي غادي يامن هذاك الشاطئ. عرفتي شحال ديال الغرقه كانوا؟ ويقال واحد البنت مسكينه توفات عندها 16 عام في مقتبل العمر لان ما كانش المراقبه ديال الشاطئ. السيد الوالي انت رئيس لجنه اليقظه، انت اللي كتراس هذا الشاطئ، لا المجلس البلدي ولا المنتخب ولا دوك حنا غاسين عليهم يدينا. هذوك غنتكلم عليهم غدا ان شاء الله، لان اكبر كارثه ضربتها مدينه اكادير من بعد الزنزان هما هاد المنتخبون الفاشلين، هما هاد الفضيح. هادو ما ندويش عليهم، ولكن السيد الوالي انت ما كانش يمكن لك دير هاد الفضيحه هادي ديال فتح شاطئ اللي هو 3 شهور هو مغلق، ما تغسل يعني جنبات ديالو ولا الرمله تنقات ولا شي حاجه تقادات ولا التراخيص تعطات لصحاب الجيتسكي وصحاب الناس ديال الانشطه الترفيهيه. واحد الكارثه. ايوا شنو غادي نقول لكم؟ مبروك عواشركم بالصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله. كنتلفظ بهذه الكلمات الجميله ولكن قلبي مقبوض على الملايين ديال المغاربه اللي بهذه القرارات الجائره ديال هذه الحكومه ديال البريكولاج، هذه الحكومه الفاشله. كاينين الناس اللي ما غاديش يلقاو في هذا الشهر رمضان ما يدخلوا لوليداتهم ما ياكلوا هما. الناس اللي كتصرف على والديها من الشباب خرجتوا على هذه البلاد هذه. هاد الناس هادو واش كتديروا بلاصتكم في بلاصتهم ولا والو؟ كتاخذوا قرار نتوما جالسين عندكم الامتيازات ديالكم، عندكم الفيلات الفاخره، كتخلصوا الملايين، عندكم الامتيازات، عندكم المرسيدسات، عندكم كل شيء باش تعيشوا بخير وعلى خير. ولكن نتوما الا واحد الحفنه محسوبه على رؤوس الاصابع و99% من الشعب المغربي مزعطره عليه.
واش كتعرفوا بان كاينين شباب اللي غير هاد الاسابيع هذه انا كنعرف واحد العدد منهم اللي حربوا في الفلايك غادي لان فقدوا الامل واليأس عندهم من هاد البلاد هذه. واش كتعرفوا بان كاينين ناس اللي انتحروا؟ واش كتعرفوا الناس السجون؟ واش كتعرفوا الناس راه درتوا ازمه في هاد البلاد وما تمسحوهاش في الكورونا وما تمسحوهاش في شي حاجه اخرى؟ كاين سوء التسيير، سوء التدبير، كاين قرارات اللي اتخذت من طرف الحكومه كارثيه. انا ما كنفهمكمش كيفاش كتخموا هادشي. انا بغيت غير نعرف، غير نحاول ندير راسي بلاصتكم غير واحد شويه، راكم فاشلين. انا اليوم كاعي عليكم بحال هذا، كاعي بزاف، لان هادشي ما مقبولش، هادشي ما يمكنش يدار. عرفتوا غير هاد من البارح اليوم وصلوني المئات ديال الطلبات في المواقع التواصل الاجتماعي، ما كانوش على اللي كيعيطوا عليا، ما عمري شفت بحال هاد الشكل. ناس زعما كنعرف فيهم بواحد العدد كبير، كاين عافاك رضا واش كاين باش تعاوننا في رمضان، يا ودي انا مواطن عادي، حتى انا راني بحالي بحالكم، راه ما عندنا ما ناكلو، كاينين بنات بزاف عيطوا عليا اللي خدامين في المقاهي، كتعرفوا اغلبيتهم مساكن خدامين ب 70 درهم 80 درهم وكتقاتل مع الوقت وتقاتل باش تيفيتي داك التحرش الجنسي وما عرف شنو، وفي الاخر تقول لها جلسي. شنو بغيتو ديروا هاد البنات كلهم هادو يمشيو للدعارة؟ شنو غيديروا هاد الناس؟ كتعرفوا هاد البنات هادو خدامين كيما قلت ب 70 درهم 80 درهم، يلا كتقدها بين الكرا وبين هذا باش ما غادي لو لوكس ولا حتى حاجه، ما عندهاش العيش الكريم ما كاينش. واش كتخمو ولا ما كتخموش؟ المهم الله يدير شي تصويبات الخير، غادي نبقاو متفائلين. زعما انا متفائل لان بقات غير هاد 4 شهور ولا هاد 5 شهور، خاصنا واحد الثوره مواطنه والله العظيم ضد هاد المسؤولين، ضد هاد المنتخبون، ضد هاد الحكومه. راه حتى شي وحده ملي كنشوف شباط ولا كنشوف اخ النوش ولا كنشوف العثماني ولا كنشوف الشقر وهادو كلهم جايين في الانتخابات الجايه، غادي يجيني الاحباط، غادي نكون متشائم لهذا المستقبل ديال هاد البلاد. ولكن انا كل امل في شي ثوره مواطنه، هاد الناس كلهم خصهم يحيدوا. حتى شي واحد ما يقول لي راه غدا غادي يكون شباط ولا راه عندي الشقر ولا عندي اخ النوش ولا اواه، بركه من هادشي صافي، عطيونا الناس جداد، عطيونا التشبيب ديال هاد الاحزاب السياسيه، ما كاينش احزاب، نديرو ثوره ونديرو حركه كبيره، نديرو شي مهم شي حاجه باش هاد البلاد ننقدوها، لان هادشي اللي غاديين عليه راه كارثه. راه ما عرفتش واش عارفين المستقبل شنو كيتسناكم يا المسؤولين ولا لا. مهم انا شخصيا غادي نبقى متفائل بخصوص المستقبل ديال بلادي، بخصوص المستقبل ديال مدينه اكادير، وان شاء الله غادي الله يساعدنا وغادي يعطينا على قد نيتنا. الله يحفظنا ويحفظكم، وان شاء الله غادي يكون خير.